نشاطنا اليوم نشاط جميل كالعادة، اليوم مع حرف الظاء. سأخط وألون حرفي الجميل. ظبي، ظاء ظبي. هنا سنلاحظ ونكمل الرسم. هذه الأشكال الجميلة، سنلون هذه الأشكال الجميلة بألوان رائعة وجميلة. شكلها يشبه حرف الظاء، ستساعدني في كتابة حرف الظاء. سنخطها ونلونها. أما هنا سنكمل رسم الخطوط، خطوط منحنية. أما هنا سنخط الحرف متبعين اتجاه السهم، حرف الظاء. هنا سأخط حرف الظاء، أما هنا سأكتبه وحدي. جاهزون؟ ماذا نقول؟ بسم الله. هيا بنا، بسم الله. ما شاء الله، بارك الله فيكم. ابتسامة جميلة يا منعم، ما شاء الله، أحسنتم. ما شاء الله يا سوار، أحسنتم. نحن في حرف الظاء. جيدة، انظري أنت في حرف الضاد. أين حرف الظاء؟ ابحثي عنه. جيد جدا يا ملاك، أحسنتي. أين حرف الظاء؟ جيد، أحسنتي، جيد جدا، أحسنتم، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله.